في المشهدية. في المشهد الساخن، إطلاق سراح أمريكيين مقابل تحرير أرصدة إيرانية. هل يمهد الاتفاق بين طهران وواشنطن لانفراجة نووية؟ في المشهد السياسي، داعش ينشط من جديد ويستهدف رتلاً عسكرياً سورياً في منطقة التنف. أي مخطط يحاك عند مثلث الحدود السورية مع الأردن والعراق؟ في المشهد الصحي، أطباء بلا حدود تحذر من توقيف دعمها لمستشفيات السودان. من يملأ الفراغ الصحي في زحمة القتل والمجازر وأزمة الدواء؟ وفي المشهد الاقتصادي، بعدما ضرب الحر موسم الزيتون، أوروبا تملأ زوادتها من دول عربية. أي تأثير في الأسواق المحلية والعالمية؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.